صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم لحلقه جديده من هذا الصباح مع اشراقه اليوم. ندعي ربنا جميعا انه يهيئ لنا من هذا اليوم البركه والرحمه والانتاج والسعي للرزق الحلال، وان يجنبنا دائما ما لا نرضاه وما لا نطيقه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هذا الصباح، وكالعاده موضوعاتنا مختلفه ومتنوعه ما بين الاخبار والموضوعات الحواريه اللي بترصد الحدث على مدار الساعة وأبعاد هذا الحدث وبعض التفاصيل اللي بتهمنا في هذه الموضوعات. هنبدأ كالمعتاد مع حضراتكم بجولة في الأخبار، لكن خلوني أعرض لكم أولا أهم الموضوعات اللي هتشكل الفقرات الحوارية لهذه الحلقة من هذا الصباح. هنناقش النهاردة إن شاء الله مع حضراتكم موضوع الاستراتيجية القومية الخاصة بالسكان. مصر من الدول اللي دائما كانت لديها نقدر نقول قضية سكانية، يمكن الموضوع بدأ مع السبعينيات مع زيادة عدد السكان بشكل واضح، وبالتالي بدأت التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية والنفسية تظهر على المجتمع المصري. مع الثمانينيات بدأت مصر تنتبه وبقوة لأزمة السكان فيها والأزمات اللاحقة ليها زي أزمات الإسكان التعليم، كل هذا بيشكل ضغط على مرافق الدولة في كل المجالات. من الثمانينات إنجازة يعني التعبير نحن بدأنا نواجه بوضوح وبقوة هذه الظاهرة مع بداية حملات تنظيم النسل وما إلى ذلك. إلى يومنا هذا لا زال تعداد سكان مصر بيزيد، ولا زال أيضا عندنا ما نستطيع أن نعنونه بمشكلة سكانية، وبالتالي ما زال لدينا الأمر اللي يتطلب منا خطط أعمال مواجهة حقيقية من صانع القرار ومن المواطن على حد سواء، حتى نصل إلى أفضل الطرق الممكنة أو أفضل الأوضاع الممكنة اللي تسمح لسفينة الوطن بأنها تظل تسير بنجاح وبقوة وبهمة واجتهاد دون مؤثرات خارجية بسبب زيادة عدد السكان. عدد السكان في مصر وإن كان مشكلة في بعض الجوانب، لكن في رؤى أخرى هو نعمة، نعمة إن أحسننا إحنا كمصريين استغلالها، لأن هذا قد يشكل طاقة هائلة للعمل والإنتاج اللي تضعنا في مصاف ما نطمح أن نصل إليه من الدول. ولنا في الصين على سبيل المثال يعني أمر جيد يمكن النظر إليه في هذا الإطار، كيف استطاعت هذه الدولة الآسيوية أن تحول وهي الأكبر سكانا في العالم طبعا، أن تحول هذه الطاقة السكانية الهائلة إلى طاقة عمل وإنتاج هائلة أيضا. ده هيكون محور حديثنا الأول إن شاء الله، والمنطلق الرئيسي فيه هيكون الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء اللي ناقش الاستراتيجية القومية للسكان وخطط لدعم تنظيم الأسرة. هذا هو الموضوع الحواري الأول النهاردة إن شاء الله تعالى. موضوعنا الآخر موضوع تدخل فيه العملية الثقافية، يدخل فيه المجتمع، الإنتاج، وأيضا الفن، الصناعات اليدوية أو الحرف اليدوية المصرية من عصور قديمة جدا جدا، من ربما مئات السنين، وهذه الصناعات بتصنع أو بتقدم لنا وللفن وللثقافة العربية والمصرية تحف بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولكن كيف تدعم مصر هذه الحرف اليدوية؟ مش شرط الحرف اليدوية القائمة على الجماليات زي ما نراه في خان الخليلي وما ذلك، لكن أي حرف يدوية هي مسألة تحتاج إلى رعاية وعناية، لأنها بتستهلك طاقة، أيدي عاملة كبيرة، وقت ومجهود وصنعة لابد أنها تنتقل من جيل لآخر. لكن في نفس الوقت ومع ظروف العمل الحديثة، مع دخول الميكنة اللي بقت بتدخل في كل شيء في الحياة، بدأت تتأثر جدا هذه الحرف اليدوية، ويكاد بعضها يصارع الاندثار، وبالتالي لابد أن تكون هناك الخطط الكافية للنهوض بهذه الصناعات والحفاظ عليها، بل ودعم هؤلاء الصناع ودعم انتقال الحرفة من جيل لجيل لجيل، علشان لا نفقد هذه الروح وهذه اللمسة الفنية اللي في وقت من الأوقات كانت بتبهر الآخر بطريقة لا تصدق، إنه مش متخيل إن إزاي صانع واحد
فضل يشتغل على قطعة واحدة هذا الوقت وهذا المجهود علشان في النهاية هو يستطيع انه يشتريها، بل وبيدفع مبالغ طائلة كمان علشان يحصل على هذه القطعة، تقديرا لهذا الصانع ولوقته ولمجهوده ولصحته اللي ربما يعني بذل منها الكثير علشان تخرج هذه القطعة للنور. ده هيكون محور حديثنا الثاني وعنوانه الرئيسي نحو السوق العالمي، كيف دعمت مصر الحرف اليدوية. دي كانت يعني نظرة سريعة على موضوعاتنا الحوارية في حلقة اليوم من هذا الصباح، لكن هنبدأ مع حضراتكم مباشرة فقرة منوعة وأخبار من داخل ومن خارج مصر، ولكن بعد ما نصحصح شوية وفقرة الأيروبكس. صباح الفل. احنا النهارده بنصور من حي الاسمرات، وزي ما انتم شايفين طبعا المجتمعات العمرانيه الجديده زي ما قلنا قبل كده هي مش بس مباني، دي حياه. وزي ما انتم شايفين الشباب الصغير اللي ورايا دول بيلعبوا رياضه، وربنا يحرسهم يا رب ونشوفهم كده شباب زي الورد ولعيبه كوره كبيره جدا. عشان كده احنا بنشجع جدا الحياه اللي هي فيها رياضه، ودايما عايزين كلنا نلعب رياضه. هنلعب التمارين مع بعض وشوفكم بعد التمارين. رجعنا بعد التمارين وهنتكلم النهاردة عن زيادة الوزن المؤقتة وزيادة الوزن الطبيعي. احيانا احنا نبقى بنشتغل على برنامج غذائي او ان احنا هدفنا ان احنا نزود وزننا او حتى ان احنا نخسر الوزن، ونبص نلاقي في زيادة حصلت. الزيادة دي ممكن تكون مش مقصودة او ممكن تكون مؤقتة ما بتستمرش كتير. طيب في بعض الحاجات اللي بتعمل الحكاية دي زي ايه؟ زي مثلا بعض الحاجات الفسيولوجية، مثلا الستات بيحصل لهم بعض التغيرات الهرمونية احيانا بعد او في الفترة بتاعت الدورة الشهرية بيحصل تقريبا زيادة من 2-3 كيلو في بعض الاحيان، ودي بتبقى زيادة بس مرتبطة بالفترة دي، وبعد كده بنرجع لأوزاننا الطبيعية. طبعا في فترة الحمل برضو في بداية الحمل بيحصل الحكاية دي، وفي فترة الحمل عموما بيحصل الموضوع ده. في بعض الحاجات اللي ليها علاقة ببعض التناول الأغذية المعينة، يعني مثلا زي ما كنا بنتكلم في حلقة قبل كده ان احنا لما بناكل أغذية فيها كمية أملاح كبيرة قصادها الجسم يبتدي يخزن كمية مية، وده بيعمل زيادة في الوزن، ولكن بعد انتظام عملية الملح في الجسم بيبتدي الوزن ينتظم تاني ويرجع لطبيعته، وده ما بيعملش مشكلة. طيب احنا بنتعامل مع الحكاية دي ازاي يا جماعة؟ احنا بنتعامل مع الحكاية دي على انها ظاهرة مؤقتة. يعني انا ما بقولش مثلا علشان انا جسمي خزن كمية مية او زاد 2 كيلو ولا حاجة ابتدي ان انا اعمل حاجة علشان تنزل، لا، دي بتبقى عرض، والعرض ده بيبقى مرتبط بفترة معينة، ومجرد ما بيزول السبب
بيرجع الجسم للوزن الطبيعي بتاعه. يعني مثلا لو قلنا الاملاح، فالاملاح دي هنبتدي ان احنا نظبط الملح بتاعنا او كميه الملح اللي احنا بناكلها، وبالتالي الوزن هيبتدي ان هو يرجع بشكل طبيعي. لو قلنا مثلا بعض الحاجات الفسيولوجيه او بعض الحاجات العضويه اللي بتحصل لبعض الستات او بتحصل عموما، الحاجات دي طبعا بتبقى ليها فتره معينه وبعد كده هي بتروح لوحدها، مش لازم ان انا اتعامل معاها او ان انا اخد لها حاجات مضره للبول. ويبقى السبب الاساسي في الحكايه دي هو تخزين الميه في الجسم، ولكن اللي احنا بنستهدفه هو زياده الوزن او نقصان الوزن الحقيقي اللي هو بيحصل للنسيج الدهني، وده هنتكلم عنه في حلقات جايه ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. ونبدأ مع حضراتكم هذا الجزء والمخصص لمتابعات من مصر والعالم وبعض الموضوعات اللي ممكن تثير الانتباه. هنبدأ من داخل مصر وفي إطار التعاون المستمر بين الحكومتين المصرية واليابانية وفي عدد كبير الحقيقة من المجالات. شاهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر مع سفير اليابان في مصر نوكي ماساكي توقيع عقد مشترك لهذا العقد، هو مشروع تحديث نظام وإدارة التوزيع وإدخال البنية التحتية للعدادات مسبقة الدفع في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. الجانب الياباني في هذا الموضوع هو الجانب الدعم، لأن هذا المشروع بينفذ بقرض من الحكومة اليابانية قيمته 96 مليون دولار. خلونا نعرف أكثر في التقرير التالي. 89 مليون دولار تكلفة مشروع تطوير وتحديث مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مع تحالف شركتين عاملتين في قطاع الكهرباء بالقطاع الخاص، حيث يأتي هذا المشروع ضمن شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص. البداية بتاعتنا النهاردة بنعمل في ثلاث أماكن مختلفة، في شركة شمال القاهرة وبعدين في اسكندرية وأيضا في شركة شمال الدلتا في دمياط، بنحط مراكز للتحكم في شبكات التوزيع. أثرها هيبقى جيد جدا على المستهلك النهائي، لأن هتبتدي تتقلل انقطاعات التيار الكهرباء، وحتى لو حصل في انقطاع في جزء يستطيع من مركز التحكم أنه مش محتاج أن حد يبلغه، هو يعرف فين المشكلة ويقدر يحلها من مركز التحكم. وزارة الكهرباء الحقيقة من أقوى وزارات على مستوى الجمهورية، جات النهارده بيدعموا الصناعه المحليه، بيدعموا التصدير، بيدونا قوه جامده جدا ان احنا نقدر نصنع في مصر. النهارده اكتر من 90% من مكونات الكهرباء تصنيع محلي، وبنصدر اكتر من 40%، والحقيقه اكبر تصدير في مصر النهارده هو القطاع الهندسي. المشروع يتم تمويله من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهرا، وتعد الشركات اليابانية شريك موثوق به وله دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء. For the quality of life in Egypt. تعد الطاقة عاملا أساسيا لتحسين نوعية الحياة للمواطنين في مصر، وقد حققت مصر في الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال توليد ونقل الطاقة، ولكن توزيع الطاقة أيضا موضوع مهم. وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان في عام 2016 تم توقيع اتفاق يتم بمقتضى توفير قرض لمصر بقيمة 25 بليون ين ياباني لرفع كفاءة توزيع الطاقة في مصر. ويتضمن عقد الشراكة الموقع بين الجانبين تأسيس أنظمة اتصالات متطورة، بالإضافة إلى استبدال 49,000 عداد قائم بعدادات ذكية بنظام القراءة والتحكم عن بعد. اهتمام كبير من القيادة السياسية لقطاع الكهرباء لتحويل شبكة توزيع الكهرباء إلى شبكة ذكية وتحسين مستوى الخدمة وتقليل انقطاع التيار الكهربائي. من مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ولاء الحديني، النيل. لا ننسى أن مصر قطعت شوط هائل في مجال توفير الكهرباء المنتظمة في كل أنحاء الجمهورية، وكلنا نتذكر ما كان يحدث في مصر قبل سنوات من انقطاعات
متكررة للكهرباء، لكن مع استقرار الأمور ومع الإرادة الحديدية لصانع القرار المصري قدر هذا القطاع أن يتحول تحول حقيقة شاسع ما بين ما كان يحدث في الماضي وما هو حادث حاليا. ووصلنا اليوم إلى أنه القطاعات الصناعية الكبيرة اللي بتعتمد على الطاقة كمدخل من مدخلات الإنتاج لابد من وجود هذه القطاعات ومن عملها حفاظا على استقرار الشبكة واستهلاكا لهذه الفوائد من طاقة الكهرباء. لا ننسى أيضا في هذا الإطار أنه مصر لديها مشاريع ربط كهربائي رائدة مع الدول العربية، مشروع الربط الكهربائي العربي. هذا المشروع اللي هيتيح لمصر ولعدد من الدول العربية تبادل الطاقة في أوقات محددة وبطريقة محددة استغلالا للفوائد الموجودة عند البعض وحرصا على التكامل العربي في مجال الطاقة. كل هذه لم تكن لتتحقق لولا أن مصر قدرت أنها تصل إلى هذه المرحلة من الاستقرار والقوة في مجال الدعم والربط الكهربائي، أولا على مستوى الدولة ثم على مستوى العلاقات الكهربائية مع الدول المجاورة. هنروح لموضوع آخر، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلبة الأفارقة بالجامعات المصرية حفل. هذا الحفل كان بعنوان مصر قريتي وإفريقيا بلدتي. خلونا نشوف أكتر عن الطلبة الأفارقة الموجودين في جامعاتنا، وهذه كانت بعض آرائهم عن الحياة في مصر وعن التعاون ما بين مصر وأفريقيا. بمشاركة أكثر من 50 شابا وفتاة من دول إفريقية مختلفة، نظم الاتحاد العام للطلبة الأفارقة حفلا لخريج عام 2020 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. يعد الحفل فرصة للطلبة الأفارقة الدارسين في مصر للتجمع والتعريف بثقافات بلدانهم المختلفة، ويدعم العلاقات الثقافية بين الطلبة الأفارقة بمختلف تخصصاتهم. حفل كبير جدا وحفل مهم، عندما تجد شخصيات قيادية أبناء القارة الإفريقية يدرسون بكامل التخصصات في الهندسة، في الطب، في الفلك، في الجغرافيا، في التاريخ، في الإعلام، في كل التخصصات ويتخرجون، فيجب على الاتحادات الفرعية تجتمع بهم وتحتفل بوزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب أكدت أن هذا الاحتفال يدعم أبناء القارة ويبعث برسالة أن القارة الإفريقية روح واحدة ومستقبل واحد مشترك. حفل تخرج الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، الحدث ده الحمد لله وزارة الشباب بتنظمه سنويا من خلال الإدارة العامة للجامعات الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب. بعض الطلبة الأفارقة أعربوا عن سعادتهم بهذا الاحتفال، مقدمين الشكر للحكومة وللشعب المصري على استضافتهم طوال فترة الدراسة. مصر معروفة إنه هي فيها أحسن الجامعات وأعرق الجامعات، عشان كده في طلبة وافدين كلهم بيحبوا يعني ييجوا يدرسوا هنا في مصر في الجامعات المصرية. ويعني ما شاء الله معنا خريجين من مختلف التخصصات ومختلف الجنسيات. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ الأزهر الشريف، وأن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محرساوي رئيس جامعة الأزهر الشريف، ونشكر أهل مصر كلهم جميعا. وينظم الاتحاد العام للطلبة الأفارقة هذا الاحتفال للطلبة سنويا بهدف توفير الدعم اللازم لهم في مصر. أسماء حسن، النيل. هنروح مع حضراتكم لليبيا وبلدة المرج الجبلية اللي بتشتهر بعسل من أجود الأنواع وأكثرها نقاء، لكن للأسف وبسبب الأوضاع أصبحت هذه الصناعة في هذه المنطقة مهددة. خلونا نعرف أكثر في التقرير التالي. مع دخول فصل الشتاء يتوجه مربى النحل محمد العبدلي أكثر من ذي قبل إلى مزرعته في بلدة المرج الليبية للاطمئنان على خلايا النحل التي يتهددها الخطر في هذا التوقيت من كل عام. كغيره من النحالين في المنطقة يشكو العبدالي من الأمراض التي تصيب النحل، ومنها مرض الإكزيما وهو نوع من الفطريات
تمنع النحل من امتصاص العناصر الغذائية. النحالين في ليبيا طبعا يشكوا من اللي هو مرض الإكزيما للنحل، اللي هو المرض هذا مرض فتاك للنحل، يقش في المنحل، ينهي المنحل بالكامل. وطبعا نحن في ليبيا عن توا اللي هو المرض هذا فيه ناس قضاء على منحلهم. لا رعاية توفرها الحكومة لمربي النحل سواء بالمشورة أو الأدوية اللازمة لأمراض النحل، وهو ما يدفعهم لاستخدام الطرق التقليدية من النباتات الجبلية لحماية النحل. يعني حتى الدولة كان تدير اللي هو تطلع الدواء هذا وتدير مختبرات وتدير هني تطلع الدواء من 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 نفس النبتة هذه، عرفت؟ فنحن دمينا نديره فيه بطريقة بدائية، ناخذ فيه نحطه فيه في المبخار، ولا نطبخه في مية نبخه به النحل. يعني عملية بدائية، يعني تحصينات وفي نفس الوقت بدائية، هذه اللي نجحت معانا والحمد لله. يعني لكن المرض هذا كي يخش منحل ينهيه بالكامل. ورغم تميز العسل الليبي الجبلي بجودته إلا أنه يواجه تحد آخر إلى جانب الأمراض التي تدمر مزارع النحل، وهو تدني سعر العسل المستورد، ما دفع المستهلكين للإقبال عليه مقارنة بالعسل المحلي. إلى اليابان اللي دايما اشتهرت بفنون الأنمي والمانجا اللي هي مرتبطة بفنون الرسوم المتحركة والقصص المصورة المبنية على هذه الرسوم. مؤخرا اليابان أطلقت روبوت جديد لكن حجمه كبير الحقيقة، 18 متر، روبوت عملاق بيحاكي إحدى الشخصيات الشهيرة جدا في عالم الرسوم المتحركة اليابانية، والهدف تنشيط قطاع السياحة اللي بالفعل في اليابان وفي كل دول العالم متضرر بسبب وباء كورونا. أخيرا سيتمكن عشاق سلسلة الخيال العلمي الشهيرة لروبوتات جندام اليابانية قريبا من رؤية نسخة متحركة ضخمة ذات حجم عملاق لتلك الشخصية الخيالية، حيث كشفت اليابان عن روبوت عملاق يمكنه السير وتحريك ذراعي، وسط آمال في أن يساعد على تنشيط قطاع السياحة المتضرر من وباء كوفيد 19. اليوم يتحرك جندام، هذه نتيجة تعاون العديد من المهندسين الذين جلبوا أفضل المهارات اليابانية لتحقيق كل ذلك. ارتفاع 18 مترا سيظهر الروبوت لأول مرة في مصنع جندام في يوكوهاما، حيث سيحتل مركز الصدارة في معرض من المقرر أن يستمر حتى نهاية مارس من عام 2022. ويعد هذا جزءا من مشروع الروبوتات المسمى تحدي جندام العالمي. إن أفضل طريقة لرؤيته وتجربته هي الوقوف أمامه مباشرة ورؤيته يقترب. وسيكون هذا الروبوت محور اهتمام منطقة جندام فاكتوري يوكوهاما، وهي منطقة جذب سياحي سيجرى افتتاحها في 19 من ديسمبر في المدينة الساحلية. إلى احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس في كل أنحاء العالم، لكن في أنتبرون الألمانية الاحتفالات، وهي طبعا بلدة بتقع بالقرب من ميونخ، بدأت يعني تظهر بقوة في البلدة رغم الإجراءات المشددة للاحتراس من فيروس كورونا، لكن بدأ السكان في تناول المشروبات وكعك الكريسماس، وحتى هطول التلج بدأ بالفعل، وتم حظر أسواق الكريسماس التقليدية وإغلاق المطاعم خلال الإغلاق الجزئي الثاني اللي بتطبقه ألمانيا حاليا. لكن قام أحد ملاك المطاعم بعمل مبادرة لتقديم مأكولات ومشروبات الكريسماس للسيارات المارة، وأيضا يعني توفير خدمة داخل السيارة مع تقليل التلامس والتعامل المباشر حفاظا على صحة الرواد وصحة العاملين في هذا المطعم. الزوار بيتنقلوا ما بين عدد من الأكواخ، كل كوخ بيقدم خدمة معينة، بيقوم المار بطلب ما يريده من السيارة من غير ما ينزل، من غير ما يتعامل بشكل مباشر، وبيحصل
على المشروبات والمأكولات في أوعية وحاويات قابلة للاستخدام مرة واحدة فقط، وطبعا ده جزء من الإجراءات الاحترازية. ألمانيا بتقوم حاليا بتمديد الإغلاق الجزئي الثاني حتى 20 ديسمبر على الأقل، لكن هناك ترجيحات ألمانية باستمرار هذا الإغلاق والقيود طوال فصل الشتاء. هنبقى في ألمانيا ومحاولة أخرى من مدرسة للطبخ، إنها بتعمل وجبات عالية المستوى وبتوصلها إلى حافلات لتناول الطعام في العربات والمنازل المتنقلة، لأنه بالطبع الأمور في شكلها التقليدي متوقفة الآن بسبب قرارات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا. المدرسة اللي هي نيو مونستر للطبخ اضطرت إنها تغلق في فصل الربيع الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية، لكن خلال فترة الإغلاق الجزئي الثاني اللي بتفرضه ألمانيا بيحاول العاملون إن هم يعني يظلوا في حالة من النشاط. المبادرة الخاصة بيهم اسمها عشاء المنزل المتنقل، متناولو الطعام بيوصلوا للمكان الخاص بالمطعم وبيتم تقديم الخدمة ليهم في هذه المنازل المتنقلة اللي يعني لا تشكل مطعم بالمعنى المفهوم والمباشر، لكن يظل متنقلا على عجلات. عشاء المنزل المتنقل هو ابتكار لهذا المطعم وبيستخدموا بعض الأمور اللي هي ربما تحاول أنها تطفي أجواء الدفء وأجواء أعياد الميلاد والكريسماس على الوجبات. بيحاولوا أنهم يستخدموا أطباق حقيقية، مش أمور قابلة للرمي أو للاستخدام مرة واحدة. مالكة المدرسة بتقول أن الفكرة لاقت شعبية كبيرة، ووفقا ليها سعة الحجز الحالية فهي عندها حجز كامل حتى نهاية شهر يناير القادم. انتهت جولتنا الإخبارية السريعة في هذا الصباح، وبعد فاصل مع أهم وأبرز أخبار الرياضة هنرجع لحضراتكم بجولة في الصحف المصرية الصادرة لهذا اليوم. ابقوا معنا.